بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم موضوع الووتر ديستريبيوشن سيستم. حنحكي اخر شيء عن التايب اوف بايب ماتيريال ذات يوز فور ووتر ديستريبيوشن سيستم. اكثر تايب واشهر نوع هو الكاست ايرون بايب، كانت تستخدم كثير في الماضي، متوسطة السعر ولكن وهي مقاومة للكروجن. بعد في عندنا كمان نوعين من البايب اللي هو الدكتايل بايبس والستيل بايبس. مشكلة الستيل بايبس انه هو ليس كروجن لل الليس ريزيستنت كوروجن، يعني مقاومته للتآكل هي أقل، ولكن هو طبعا ميزته عن الكاست ايرون او الدكتال هو سعره أرخص، ولكنه ايضا صعب سيئته الأخير، هو صعب انك تستخدم فيه توصيلات. وايضا في عندنا نوع البيبات اللي هو رينفورس كونكريت بايب، هاي ممكن تكون خرسانة او ممكن حتى تكون مسلحة. في ايضا بايبات بس فقط خرسانة بدون تسليح حديد، وهاي هي مشكلة انها هي كوستلي، صعبة التعامل معها في المناولة صعبة، ولكن من حسناتها انها ما فيها كروجن، ما فيها تآكل، ومقاومة جدا للاوتر بريشر اذا كان هناك ضغط عليها. وايضا هناك البريستريس بايب، بريستريس كونكريت بايب، هذا ايضا من انواع الكونكريت بايب. طبعا من سيئات الكونكريت بايب احنا حكينا انه مع الزمن بصير من الداخل بصير فيها اسطحه تاكل، بصير هاي بريشر لوس. حاليا انتشرت البيبات البلاستيكيه زي هذا الانواع اللي هي غالبا مصنوعه من بولي اثيلين او ان بلاستيسايد بولي فينيل كلورايد، يو بي في سي ان بلاستيسايد بولي فينيل كلورايد، معلش يعني مش واضحه هون. هاي البيبات يعني هي صار لها انتشار واسع في الايام الحاليه بسبب رخصها وسهوله التعامل معها، حنحكي عنهم هلا. طبعا الاختيار من اي نوع من هاي البيبات، لو بدك تختار البايب سلكشن، يعني لو تيجي تختار هو بهمك الكوست تبع السيستم، العمر الافتراضي تبع السيستم، والكباسيتي اللي انت بتلزمك، هاي اكثر عوامل تحدد اختيار نوع البيبات. نيو ترند في البيبات كان هو استخدام البلاستيك بايبس. ليش البلاستيك بايبس؟ هو لانه من الداخل والسطح سموث، ولذلك فانه عندنا ضياعات الضغط هي قليله جدا مقارنه بانواع الاخرى من البايبات. الوزن تبع الستيل بايب هو خفيف، لذلك في المناوله وفي المناوله سهل المناوله، سهل التخزين، سهل التعامل معه. في الانسوليشن هو اسهل، لاحظ انه البايبات حاليا حتى في المنازل صارت بايبات بلاستيكيه. اذا شفتوا عمرك التوصيلات الصحيه او كيف يتم توصيلها في المنزل، فيها اشباه صارت في العاب الليجو، فهي تلزيق وكبس. في عندنا كمان هي مقاومتها بانه بلاستيك، فهي لا يوجد فيها اي كروجن، لا يوجد فيها، لا تعاني من الكروجن، مقاومة للمياه الحامضيه او اسيد اذا كانت في مياه المجاري، اذا كانت سخنت في مياه المجاري. وايضا هي مقاومتها للانترنال بريشر، حكينا هي البايب في عندنا نوعين من البريشر، البريشر الداخلي فهي مقاومتها عاليه للضغط الداخلي اذا كانت المياه ماشيه داخل البايب، ومقارنه في الاسعار هي طبعا اسعارها ارخص وخاصه بعد انتشارها. اما سيئات البلاستيك بايب هي ليس ريزيستنت تو اوتسايد بريشر، لاحظ انه البايب مثلا اذا كان في الانفراستراكشر عليه ضغط داخلي من المياه، وفي ضغط الاوزان الاحمال اللي تقع عليه من الخارج وضغط التربه وهذه، فهذه البايبات البلاستيك هنا من ناحيه المقاومه لهذه الاحمال الخارجيه فهي ضعيفه، من ناحيه تاثرها بالشمس فايضا هي تتاثر بالشمس، لذلك يلزمها سبيشال ايسوليشن او سبيشال، يجب عزلها في مواد خاصه. نلاحظ انها تحتاج ايضا بسبب انه حاسس على مقاومتها للضغط الخارجي واشعه الشمس، فتخزينها والتعامل معها بحاجه الى يعني معامله خاصه. دليل مثلا نظهر هاي الشبكه، هذا صوره لحفريات في منطقه في عمان، هذه الخطوط القديمه كانت من الكاست ايرون، طبعا من الخطوط الجديده هون اصبحت من البلاستيك، طبعا صار الترند غالبا من استخدام الانابيب البلاستيكيه. اخر موضوع حنحكي عنه هو موضوع الفالفات التي تستخدم في النتورك. هنا نحكي عن انواع الفالفات ولكن ليس من حيث الشكل، حيث ان الفالفات نحكي من كلوب وجيت وبتر فلاي زي ما درستوها بالفلويد، لكن احنا لما نحكي عن البيبات القصد فيها البيبات من حيث الاستخدام، يعني بسبب او الهدف من البايب. هذا النوع الاول من البايبات هو البيبات، سوري، ذا فيرست تايب اوف فالفز
النوع الاول من الفالفات هو السلوز فالف، عم نحكي الفالفات ونحكي عن انواع الفالفز او الصمامات من حيث الاستخدام والهدف منها. الاول شيء السلوز فالف يستخدم للتحكم في الضغط ولقطع المي خاصة في أثناء الصيانة. هو قد يكون بترفلاي أو جيت شكله، لكن هو الهدف منه هو حجز المياه. في المين لاين يوضع، والستارت عند البرانش لاين عند خطوط التقاطع بين المين لاين والبرانش، يوضع على على بعد على الانر سيكشن للبايبات، يوضع على مسافات. يعني إذا كان البايب مثلا نحكي خط دي سي جاي من معان لعمان بحدود 300 كيلو متر، فمش معقول 300 كيلو متر يكون البايبات ما في صمامات لايقاف المي في حاله الصيانه. فنضع احنا كل مسافه 1 كيلو متر يوضع هذا الفالف من اجل صيانه عمل اي صيانه، او اذا حصل اي كسر في الانبوب فنضع اخلي شيء على مسافه كل 1 كيلو متر لنضع هذا السلوز فالف. النوع الثاني من الفالفات او ما يطلق عليه باسم تشيك فالف او نون ريتين فالف، وان واي فالف، هاي كلياته اسمائه. الهدف كله منها انه حتسمح لفلو بوان دايركشن ما يسمحه في الدايركشن الاخر. لاحظ هذا شكله، لاحظ شكل الفالف هون كيف. فهون مثلا عندنا لو كان الفلو جاي بهذا الدايركشن فهو راح تمر المياه بهذا الاتجاه، ولكن اذا اجت المياه في الاتجاه المعاكس فانها لن تمر. وهي هدف هذا هدف الوان واي فالف. بما انه حكينا وان واي فالف فغالبا موقعه راح يكون يعني بعد المضخات، بعض المخارج عند مخارج التنكات، في عند كان ارتفاعات مفاجئة في الشبكة او في البايبس فنضعه حتى نحافظ على الضغط اللي حصلنا عليه. طبعا هذا الشكل الداخلي له، وهي ممكن شكل الفالف كبير يسمح للفلو في وان دايركشن ويسمح له انه يرجع في الدايركشن الاخر. النوع الثالث من الفالف اللي هو الاير فالف، هذا يستخدم زي ما نسميه تنفيسه لاخراج الاير من البايبس خاصه في بدايه الاوبريشن للضخ، يعني في بدايه ضخ الشبكه. غالبا يوضع في الشبكات في النتورك اللي بكون فيها اختلاف في الاليفيشن في الارتفاع، الاختلاف في الاليفيشن في انابيب الشبكه. النوع الرابع هو الووش فالف او درين فالف، من اسمه ووش او درين، يعني هذا يستخدم لتنظيف الشبكه. فبالتالي يا ما يكون في اسفل الخزانات من اجل تنظيف الخزانات، او بكون في اسفل نقطه بالشبكه. هو غالبا هو الغطال بسموه بلايند، له فلانج بسموه بلايند فلانج، يعني يوضع في اسفل نقطه في النتورك او اسفل التانك من اجل تنظيف الشبكه. هذا اللي بلايند فالج نقصد فيه بلايند فالف فلانج. اما في عندنا الفلوت فالف اللي هو العوامه او الطواشه في لغتنا العاميه، طبعا مكانها معروف هو داخل الخزانات، والهدف منها اذا وصل خزان للفلو معين توقف عند فل الخزان، نوصل يعني الفلو تبع المي في الخزان فتغلق التدفق الداخل الى الخزان. في عندنا اخر شيء الاخر نوعين، البريشر ريليز فالف، هذا يستخدم ريديوس ذا بريشر في النتورك والبيجنينج اوف ذا برانش. واخر نوع من الفالف اللي هو المسمى بالفاير هايدرانت فالف، اللي هو زي ما شفناه عند طفايات الحريق اللي هو غالبا بيكون لونه احمر. وبالتالي هيك خلصنا انواع الفالف.